أكد مجلس الشورى أن المبادرة الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى بتخفيف عقوبات الإعدام الصادرة بحق عدد من المدانين في قضية تشكيل الخلية الإرهابية تعكس بجلاء أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ التسامح. جاء ذلك خلال الجلسة التي صوت فيها المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس المرافق للمرسوم رقم 19 لسنة 2018 صفة الاستعجال، فيما أخذ الرأي النهائي على المشروع نداء بالاسم تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الحكومة الموقرة. يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على أصول التفليس وحمايته من التلاعب والهدر، كما ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة. سيؤدي مشروع القانون حال إقراره إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، ومن شأن ذلك التأثير الإيجابي على التصنيف الائتماني للبحرين، كما يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. مجلس الشورى على قانون إعادة تنظيم الإفلاس بيكون انتهى دور السلطة التشريعية في إصدار مثل هذا القانون. هذا القانون الذي تم العمل عليه في اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد، وبالفعل تم استحداث قانون جديد يحتوي على شيئين: إعادة التنظيم والإفلاس. القانون الحالي اللي كان موجود قبل هذا القانون كان يقتصر فقط على مسألة إشهار الإفلاس أو مسألة الصلح. هذا القانون بيقدم إجراءات طويلة وفيها نوع من أنواع التفصيل للتصفية، لإعادة التنظيم، كيفية إعادة التنظيم، التعامل مع الإقرارات الأجنبية. القانون في الحقيقة هو قانون يعني مواد تصل إلى 195 مادة، وهو ليست بالمواد اليسيرة بقدر ما إحنا مرتاحين إن هي مواكبة لعدد من التشريعات التي أيضا ينظر لها البنك الدولي إن هي متقدمة نوعا ما في مجال الاقتصادي، واللي هو يؤثر أيضا على مسألة التعاملات المالية والاقتصادية. الآن المرحلة المقبلة تحتاج عمل جدا كبير من ناحية إعداد من المحاكم، تهيئة المحكمة الكبرى للعمل في هذا المجال. وجب صفة الاستعجال لما لا من أهمية، لا مثل ما وردت اللجنة، حتى يكون يضمن العلاقة والحق والإنصاف بين الداعين والمدين، ولا تكون هناك تصفية ولا تكون هناك تفليسات وهمية، إنما جاء ينظم بسلطة قضائية.